كيف الشباب؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بصحة جيدة. اليوم بدنا نحكي عن الإيفو جراوند بالتحديث الجديد، أي مهمة الإشعال بإيرنجل. أول ما نفوت على قائمة الخرائط بنشوف إنه حاطين الإيفو جراوند ضمن تصنيف، يعني يلي بحب يعمل تقييم فيه يعملها بهيدي الخريطة. بس نفوت على اللوبي بنلاحظ انه في مباني منزلينها وكمان عارضين اسامي المناطق بطريقة 3D كتير حلوة. المناطق يلي محدثينها هن المطار، الحاويات، بوشينكي، يازنايا، والمدرسة السكول، حتى انه مغيرين الاسامي تبعولن. نفتح الخريطة منلاقي على اليمين الجيجا فاكتوري، مصنع سيارات تسلا، وفي عنا النقطة البيضاء الباتريوت روبو، أي الروبو يلي بيسهلنا إنه نلاقي اللوت، والنقطة الصفراء الإير كونفاير، أي الصاروخ يلي منطير فيه وبوصلنا مسافات بعيدة. في عنا كمان الإيبرلاين ستوب، أي محطات القطار. نحن وبالجو منلاحظ أسامي المناطق مكتوبة 3D. عشمالنا شباب فينا نعلم على الخريطة وننزل أوتو جامب، ببين ضوء أصفر طالع من مطرح ما علمنا بالخريطة. هلأ كمان رح نزور مصنع التسلا، كمان بيطلعنا فيه لوت. ننتقل للكونفاير منجربه سوا ومنشوف انه بوصل مسافات كتير بعيدة. رح ننتقل للتران، فيه نوافذ قابلة للتسكير بحال تعرضنا لهجوم لأنه نوافذ ضد الرصاص. رح نكفي بالتران تنوصل على نقطة يازنايا، كمان مجددينها وكتير حلوة فيها لوت. بيازناويا كمان في روبو، منشوف كيف بس نشغله بصير ينبش على أحسن لوت موجود بالمنطقة. هيدا سكول كمان مجددينا، وهيدا سلاح جديد يلي منزلينه واسمه ASM أباجان، بيعوز خرطوش 5.
وهيدي آلية جديدة برمائية فينا نستخدمها بالمي وبالبر، وبتمشي شوي عالية عن الأرض لمنطقة بوشينكي، كمان محدثينها ومثل ما بقولوا شي فاخر على الآخر. صراحة شغلين منيح على الخريطة وشي كتير حلو. وهيدا كمان نازلين هذا الدرع في حال كنت بمنطقة مكشوفة فينا نستعمله للحماية. وكمان يا شباب في عنا سلاح جديد بينزل بدروبات، هو الام جي 3 لايت ماشين جان، وبعوز خرطوش 7. ان شاء الله يكون عجبكم شرحي، بتمنى انه تعملوا لي لايك، واذا مش مشتركين بالقناة اكبسوا سبسكرايب كرمال يوصلكم كل شي جديد عم نزله، ويعطيكم العافية. وهلا يا شباب رح اترككم مع مقطع صغير سجلته باصوات ببجي، ان شاء الله ينول اعجابكم. Make you smile? That's easy. Come to me! I can make this gun talk!